لأن اليوم يوم مشهود لا يجوز أن نتعداه أو أن نتحداه أو نتناساه ونتحدث في موضوعات أخرى ولو كانت مهمة، ولكن نبدأ بهذا الموضوع لأنه هو اهتمام الأمة العربية، وأقول الأمة ولا أقول الدول العربية. الدول العربية تعد للرقص والمسلسلات والأفلام والخلاعة وتضليل الناس في رمضان، هذا هي الدول العربية، وعلى رأسهم السعودية التي تزعم أنها تنصر الإسلام والمسلمين، وهي التي تمد الكيان الصهيوني بالأموال، عندما تمد أموالها إلى ترامب 450 مليون دولار. نعم كلها تعطى، لماذا لا تقطع هذه الإعانات المالية؟ ولقد كشف الله السعودية وعراها، عراها عندما قتلت في اليمن، قتلت الفقراء والضعفاء والمساكين وتسميه جهادا، وما هو بجهاد؟ حتى أن بعض خطبائهم، لا أقول كلهم لأن بعضهم موجود الآن في السجن، فك الله أسرهم وأعادهم إلى أهلهم وإلى ساحة الدعوة ليقوموا بالواجب الشرعي. نعم بعض الخطباء يعتلي المنبر في مكة المكرمة أو في المدينة المنورة، هذا الأئمة العملاء، ويقول اللهم انصر مجاهدين على أرض اليمن. سبحان الله، تجاهدون في اليمن، قبحكم الله، أخزاكم في الدنيا وعراكم في الآخرة أيها المرتزقة، من لا أخلاق لكم ولا دين ولا شرف. سبحان الله العظيم، عوض أن هذه الأسلحة تتوجه إلى إسرائيل أو تعطى إلى من يقاتل إسرائيل، هذه توجه إلى إخواننا في اليمن، قد نختلف معهم ولكن لا يجوز قتالهم ولا إبادتهم ولا قتل نسائهم ولا أطفالهم ولا شيوخهم ولا دورهم ولا مرافقهم العامة والخاصة. طالت حتى الحفلات، طالت حتى الأماكن مجمعات الناس. أسد علي وفي الحروب نعامة، ها هي إسرائيل تدمر إخوانكم، لماذا لا تقف لها بالمرصاد؟ وإنما وضعتم أنفسكم في حجر الصهاينة وتتملقونهم صباح مساء. يا قتلة، أما نسيتم أنكم قتلتم الصحافي خاشقجي رحمه الله شر قتلة؟ عرفكم العالم كيف تقتلون وتقطعون الجثة قطعا قطع، وفي السفارة حيث الحماية والرعاية. هذه هي السعودية، هذا النظام السعودي الخبيث، الأفعى هذه التي تبث سمومها مع الإمارات العربية، وما هي بالعربية، هي عبرية، لأن العرب ليس من أخلاقهم هذا ولا من شيمهم هذا. لا حول ولا قوة إلا بالله، من أين أبدأ ولا أين أنتهي؟ رمضان غدا على الأبواب، وفي الجزائر أيضا عندنا مشاكل دسيعة، ونرى إخواننا يقتلون في أرض الإسراء والمعراج. كيف يبقى لنا احتمال على ما نرى؟ شعوب مكبلة لو أطلقوا سراحها لحررت فلسطين. أين هو هذا السيسي؟ أين هي؟ ما هي هذه الجيوش؟ الجيوش التي تقمع أبناء جلدتها، تخرج الدبابات والطائرات لتقمع من اختارهم الشعب، وتزج بعضهم في السجون، منهم رئيس منتخب انتخاب شرعي، فك الله أسره وأسر سائر المسلمين في 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 مصر. أين هي مصر؟ أين هو الجيش المصري الذي أصبح مهتم بالاقتصاد ومهتم بالمال ومهتم بالنفوذ ومهتم بقمع الضعفاء من الناس وحراسة نظام سياسي فاسد متعفن؟
شيء كبير هذا في الحقيقة. لكن أقول المسألة مسألة أيام. الشعوب العربية في الجزائر، في تونس، في المغرب، في مصر، كلها اليوم مهتزة، مشاعرها مهتزة، كلها تبكي، كلها الدموع تهمر من عينيها، رجالا ونساء. يعني هكذا فتكون في رمضان، والأنظمة والقنوات والفضائيات إلا من رحم ربي وقليل ما هم ما زالت تعد المسلسلات والحفلات والرقصات، ولتضليل الرأي العام تدخل بعض الحصص الدينية، تدخلها من باب كعني لابد، لا هناك ذوق ترضية أذواق، واحد تاع قرآن، لكن الحصة الأسد 95% من الأشياء كلها في ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. كان المفروض هذا رمضان، هذه انطلاقة المرة الأولى في جميع الدول العربية وفي جميع القنوات المستقلة، أن تخصص يعني موائد مستديرة تتحدث عن التاريخ، تتحدث عن كيف الأمة العربية، كيف كانت في الأوج، وكيف سقطت، ولماذا سقطت، وكيف نسترجع قوتنا، ونسترجع يعني كرامتنا، ونسترجع دورنا في العالم العربي والعالم الإسلامي على جميع الصعد السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية والتكنولوجية وهكذا. كل هذا المفروض حتى نربي جيل إن شاء الله، جيل التحرير، مش جيل الميوعة والاهتمام بالتوافه وسفاسف الأمور. والله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم عليك بالصهاينة وأعوانهم من العرب العبرية اليهودية الصهيونية التي تتآمر على الدول وتتآمر على الشعوب وتتآمر على الفضلاء من الناس والأحرار